مرحبا، اليوم رح نحكي عن موضوع مثير للاهتمام خاصة لأصحاب العمل والأشخاص اللي بيشتغلوا في الموارد البشرية. رح نحكي اليوم عن كيفية عمل مقابلة بسيطة لكن مثمرة. إذا كنت صاحب عمل فهذه فرصة إنك تكتب الشغلات اللي رح نحكيها وتجربها إذا كانت فعالة أو لا. أما إذا كنت باحث عن عمل فكتير مهم إنك تستفيد من هذا الفيديو. رح نحكي عن 3 أسئلة بتساعدك لفهم الشخص اللي قدامك بشكل أفضل، وهاي الأسئلة بتتعمق أكتر عشان تقدر تفهم هذا الشخص اللي قبالك وتشوف إذا هو مناسب للشركة أو لا. السؤال الأول، اذكر من 8-10 شغلات تجيدها ولماذا؟ السؤال الثاني، اذكر 8-10 شغلات لا تجيدها ولماذا؟ أما السؤال الثالث، إذا كنت رح أحكي مع مديرك في الشركة اللي كنت فيها إيش رح يحكي لي؟ السؤالين الأول والثاني بغوصوا بشكل أعمق إلى باطن تفكير الشخص وإلى فهم الشخص بشكل أكتر. عادة هذول الأشخاص رح يحكوا من 3-5 شغلات بيجيدونها أو لا يجيدونها، ممكن إنهم يذكروا شغلات أكتر. أي إجابات رح تكون أكتر من هيك ببين إنه هذا الشخص بيفكر بشكل خلاق في الأشياء الجيدة أو الأشياء السيئة. ممكن بعض الأشخاص يحكوا عن إشي جيد إنه سيء، أو بالعكس الإشي السيء يحكوا عنه جيد، وهذا بيعكس شخصيتهم وفهمهم للمواقف وكيف بتأثر عليهم. على سبيل المثال، ممكن يجي شخص يحكي لك إنه الشيء الجيد اللي موجود عنده هو إنه ما بيتعاطف مع الأشخاص أو ما في عنده مشاعر ما بيخلطها خلال العمل. ممكن هذا الإشي يكون سيء في بعض المهن، لكن إذا أنت جايب هذا الشخص كمدير ممكن هذه الشغلة تكون جيدة، لأنه أنت ما بدك مدير يتعاطف مع الأشخاص اللي حواليه على الأقل في كل المواقف. وهون في ملاحظة بدي أحكي لكم إياها، نظراً إلى أنك أنت عم تتحدى هذا الشخص بأنه يعطيك عدد كبير من الأشياء اللي بيجيدها أو ما بيجيدها، فممكن أنك تلاقي في تكرار في بعض الشغلات. هذا ممكن يكون أمر طبيعي لأنك أنت عم تتحدى هذا الشخص في الجواب. السؤال الثالث ممكن أنه يكون تحدي، وممكن أنه الشخص اللي قبالك يشعر بالخوف، فأنت لازم تمهد له لهذا السؤال. ممكن أنك أنت تجيب السيرة الذاتية الخاصة بهذا الشخص وتشوف عمله السابق وتسأله إيش اسم الشركة اللي هو اشتغل فيها، وتطلع على تفاصيل الاتصال بعمله السابق أو تطلب منه هذه التفاصيل، وبعدها ممكن تسأله هذا السؤال اللي بحكي إذا كنت رح أتواصل مع مديرك في الشركة السابقة إيش رح يحكي عنك. وهون ممكن إنه الإجابة تاخد بعض الوقت، وممكن إنها تكون إجابة جيدة عن الشخص، ممكن إنه يحكي لك شغلات جيدة عنه إنه مديره السابق بفكرها عنه. في نفس الوقت أنت بدك تتوقع أي إجابة، لأنه أنت عم تطلب من الشخص إنك بدك تحكي مع مديره السابق، أو ممكن سؤالك يكون له علاقة في المراجع اللي هو زودك فيها وبدك تسألهم عن الشغلات اللي حكى لك عنها إنه هو بيجيدها أو لا يجيدها. وهون حضر حالك إنك تتفاجأ بالجواب. وهون باجي للي مقدم على الوظيفة نصيحة صغيرة، بغض النظر عن التجربة السيئة وإذا كانت عن جد سيئة في عملك السابق، فمش لازم تسيء لصاحب العمل أو للشركة اللي اشتغلت فيها، ممكن إنك بكل سهولة تكون إيجابي وتعطي جواب إيجابي للشخص اللي قبالك. فعلى سبيل المثال ممكن إنك أنت تحكي له إنه في عملي السابق ما ضل في وسع للنمو والتطور المهني. بتمنى هذا الفيديو يساعد أصحاب العمل والأشخاص اللي بيشتغلوا في الموارد البشرية وبيعطيهم أفكار لأسئلة لمقابلة عمل. في نفس الوقت إذا أنت كنت شخص عم بتقدم لمقابلة العمل، ارجع احضر الفيديو وراجعه، لأنه ممكن هاي الأسئلة تجيك في المقابلة. إذا حبيتوا هاي الحلقة ما تنسوا إنه في حلقات كتير سابقة عنا على القناة، كل اللي عليكم إنكم تعملوه لايك وشير وسبسكرايب. بشوفكم بالحلقة الجاية.